السلام عليكم. الوصفة تاع اليوم هي وصفة بنينة بزاف، اقتصادية، وهي وصفة البني. تبعوني. نبدأ نحضر العجينة تاع البني. هي من الأفضل نحضرها ليلة من قبل، نحطوها في الفريجيدار تريح، ومن بعد نكمل الخدمة تاعها كيما نتحصلوا على نتيجة أحسن. العجينة تتكون من كتلة المقادير، هي نبداو بسم الله. عندنا 30 غرام ماء، خميرة تاع الخبز 5 غرامات، وشوية فرينة ما يقدر ب 30 غرام. هذه الكتلة الأولى، لاماس الأولى. وعندنا هنا 250 غرام فرينة، عندنا لافاني، السكر 40 غرام، حليب 100 غرام، زبدة طرية 25 غرام، بيضة، شوية ملح ما يعادل 2 غرام، وخلصة خميرة الحلويات ولا البيكربونات. نبداو نحطو الصالة مسلولة اللي هي الخميرة مع الماء دافي ومع الفرينة، يطلعوا نحطو الماء دافي، يكون دافي شوية مع الخميرة هكا. بسم الله. نزيد لها شوية تاع الفرينة، نخلط حتى تتجانس. نغطيها بلي بابي فيلم ونخليها حتى يستضعف الحجم تاعها. دوكا بعد ما تضاعف الحجم تاعها نحطوها في البول، نزيدو معاها الحليب، بسم الله، السكر والفرينة. نخلطوهم سواء باليد ولا نحطوهم في العجانة. نخلطو الساه كي يتجانس تتكون العجينة، من بعد نكملو باقي المكونات. دوكا نزيدو لافاني، قصة تاع الملح، شوية تاع خميرة تاع الكاطو، والبيضة ضربها شوية هكا، شوية بقلاجون تستقرحها، نحطها في التاجن حتى تعود متجانسة. دوكا نحط الزبدة ونكمل. نخليها تخلط حتى تعود ما تلصقش في لي بول العجينه، درنا انبول.
دوكا نفضغوها فوق الطاب دي طرافاي، نحطوها في الفرينة نشكلوها شويه. نحطها في السن هذا ديجا دهنتو بالزيت، ها نغطيوها بلي بابي فيلم. نخليوها في الفريجيدير كما قلنا ليله كامله هكا تريح اليس تضاعف الحجم تاعها بيان. دوكا كيما جبدناه من الفريجيدير خليناه يرتاح واحد نص ساعه برا الفريجيدير ونبداو نخدمو فيه. نحيلو لي غاز لي فيه شويه. حطوا فوق الطاب دي طرافاي مع شويه فرينه نحاولو نطفو بيدينا نعدلو بيدينا ونبدا نديرو بالدولاب. نحاولو نطرحها واحد نصف سنتيمتر. دوكا نحاولو نقصو بالدوائر تاع القطر تاعها 7 سنتيمتر. هادو درتهم صغار لي مول هادو، دوكا نهزهم نحطوهم في بلاطو هاك، نقصو لي بابي دو كويسون مقطعي هاكا مربعات، كل وحدة نحطوها على ورقة. وهذه العجينه اللي نحيناها زيدوا نلموها هكا مع بعضها ونعاودوا نطرحوها بعدا ونقصوها كيما الاخرى. دوكا نخليها يتضاعف الحجم تاعها في غلطها
حسب المكان اللي كان بارد توصل حتى 3 ساعات ساعتين هكاك، يتضاعف الحجم تاعها ومن بعد نقليوهم. دوك نحطو الزيت في الطبق، تقلا نحضو البابي ابسوربون هذا الباقي الشفاف باه يمتصنا الزيت، و كي يسخن الزيت نبداو بسم الله نحطوها بالبابي بعدا نحطوها هكا. Purchase your tracks today. هنا بعد ما قليناهم، اللي يحب يمضغهم في السكر بانزب هما سخين هكا، واللي ما يحبش الحلاوه بزاف ما يديرلهمش السكر، نحشيهم يا اما بلا كونفيتور ولا بالشوكولا طارتيني كل واحد واش يحب. كاين حتى لي يدير لا كريم باتيسيير باغ اكزومبل ثاني يحشيهم بها. المهم وصفه هايله بزاف، يحبوها الصغار والكبار.